ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا أحبائي الأعزاء، تفسير رؤية النجوم ديت يعني من الرؤى العظيمة جدا، وإذا كانت النجوم واضحة في السماء فتفسير رؤية النجوم في السماء فهي خير وسعادة وصحة، خصوصا إذا كانت ظاهرة بوضوح ولامعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على حضرة النبي، والله أعلى وأعلم.